المسلم الصغير. المسلم الصغير متن يشتمل على مبادئ الإسلام والأخلاق للطفل المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الأول إيماني، أنا مسلم، الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، والإسلام ديني، أنا أحب الله تعالى لأنه رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولأنه خلقني ورزقني وجعلني مسلما. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله إلينا فعرفنا بالله وعلمنا القرآن، ولأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، أخلاقه عظيمة وصفاته جميلة. قال تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأحب ديني الإسلام لأنه الدين الحق الذي رضيه الله لنا وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن من تمسك به دخل الجنة ومن تركه دخل النار. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحب كل ما يحبه الله ورسوله، وأكره كل ما يكرهه الله ورسوله. القسم الثاني صلاتي. الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فلا نعبد غيره ولا ندعو سواه سبحانه وتعالى. وأعظم عباده الصلاة، والصلوات خمس: صلاة الصبح،
أصلي ركعتين، صلاة الظهر أصلي أربع ركعات، صلاة العصر أصلي أربع ركعات، صلاة المغرب أصلي ثلاث ركعات، صلاة العشاء أصلي أربع ركعات، وأحافظ على الصلوات في وقتها وأؤديها بخشوع، وأتوضأ قبل أن أصلي، ولا أصلي أبدا بغير وضوء. القسم الثالث أخلاقي. والله يحب الأخلاق الحسنة ويكره الأخلاق السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فعلي أن أتصف بالأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء والأمانة والشجاعة والكرم وحسن الكلام واحترام المعلم وتوقير الكبير، وأبتعد عن الأخلاق السيئة كالكذب والخيانة والضعف والبخل والكلام البذيء وعدم الاحترام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. خاتمة. العلم نور والجهل ظلام، فأجتهد في طلب العلم وأبذل جهدي في تحصيله ليرضى عني ربي ويدخلني الجنة. والأذكار حصن للمسلم، فأحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومنها قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، والدعاء مفتاح النجاح والفلاح، فأدعو الله كثيرا في كل وقت في السجود وبعد الأذان وفي الليل. ومن الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اللهم زدني علما، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما، اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. تم بحمد الله.